احنا افتتحنا بالسويلة. السويلة هالكوار. هالكوار هالسويلة. خير مولانا. هانتوما. كيفكم ها؟ هذا عنده الكوار والسويلة هذا. جوج. هانتوما موسم الخيرات اخوتي. موسم البركات. خمسة دراهم السويلة. لا غلا على مسكين. هذا شارع ابن الخطيب كله أتت من شارع ابن الخطيب إلى ساحة ابن الخطيب. كما كتشوفوا الساحة كتكون رائجة دائما. شارع ابن الخطيب هذا كيمثل حتى ساحة رحبة الصرع ساحة الشهداء. الخوخ اليوم راه موجود اللي بغى يديروا في العصير. عصير بالبرتقال وبالخوخ وبالبنان واحد الشيء واعر. السويلة شو السويلة ساحة الشهداء خدمة فيها غدا ثقيلة. فكوا فكوا ديروا الناس فين يستريحوا يستريحوا. دابا دخلنا لشارع الحسن الثاني. يمتد الى ساحة اسبانيا بلاصة اسبانيا. هذا شارع ابن خلدون ظهر لنا الامتداد ديالو من وزير القدام. المحطة القديمة وزير القدام كله امتداد ديال شارع ابن خلدون. أكيد هذا شارع القاهرة هو يطلع حتى الكليطو. زنقة المعتمد بن عباد. دي زنقة طنجة ري دو طنجي. مؤسسة الروند أو الروند للتعليم الأولي. يعني قديم هذا. عمارة آية هي إقامة آية. شارع الملك نور مرحيل. نفحات البحر تقترب. شوفوا هاد الشارع شنو سميتو. شارع دمشق. هذا الزرقطوني. بلاصة رائجة. هاد السوايع كتكون محركة في بلاصة. الحمد لله الأثمنة ديال الأسماك متوازنة. كاينش الغلا. هذا البحر ديالنا. الشرف الأطلسية المتميزة.
البحرية الله يعاونهم، الله يجيب لهم التيسير. دائما في مدينة الشكم الزرقاء، هذا شارع خالد بن الوليد، عفوا شارع مولاي اسماعيل، مسجد الشامخ، مسجد محمد السادس، تحية عطيرة لكم جميعا متتبعين الأوفياء صيدليات الحراسة. اليوم صيدليات الحراسة اليوم واحد الصيدلية جديدة، أول مرة كنظن كتعرف الحراسة، تسمى صيدلية حي النجمة، الله يشافي الجميع. كاينة قدام المركب التربوي لكسوس، كنظن عرفتوها، يلا فتحت جديدة صيدلية حي النجمة، اللي بغى الدواء يمشي لها اليوم، غتبقى فاتحه 24 ساعه، الوحيده اللي غتفتح 24 ساعه، الله يشافي الجميع. ايوا هنا كما كتعرفوا واحد المنفذ ديال المياه العذبه، منفذ كارثي هنا. ها هو خوتي، ها هو هنا، لا حول ولا قوه الا بالله. خص شي حل، لان ملي كتكون جاي كتوصل للصيدليه ديال الاندلس و حي القرنة كتشم هاد الريحة اللي كاينة هنا، ريحة خطيرة خطيرة على الدس، كيطلقها هاد المجرى هذا الخطير، لا حول ولا قوة الا بالله، مما يتم تلويث البحر كما كتشاهدوا. شو هاد الصياد فينا هو، الله يجيب التيسير حبيبي. بوم، لا 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 لا، شو واحد فين قال شو مقلب شو. عين خماسة، اي المطر كيمشي تاع عين خماسة، حي الناظور. وهذا شارع إدريس الأزهر، وهذا يوصل حتى لساحة مكة، هذه الغابة ديال الله يبيكا، نتمنوا تهلاو لنا فيها، راه مهمشة. وضرب الوطني للتنمية البشرية، بناء حائط وملعب رياضي بغابة لايبيكا. الملعب اخوتي راه وريناه لكم مرارا، صوروا كذلك اقميم وحطيناها مرارا، ملعب زوين مخضر معشوشب، هو كيتكرا، اللي بغى يلعب كخصو يحدد واحد الموعد ويدفع واحد الثمن ويقصر مع راسو. الجدران ديال لايبيكا والكراسي كلها مكتوب عليها النظافه من الايمان، النظافه من الايمان، ولكن واش حنا وعينا بهذه المسؤوليه؟ ابدا، ما دمنا كنقولوا النظافه من الايمان الا وكتزيد تكرفص، الوعي ما كاينش اخوتي. اصل الحباب راه ماشي هو هذاك، اجينا نرجعوا للنظافه من الجدر، راه من الصعب من الصعب، خصنا حملات توعوية، وخصنا المهم ذاك المركب اللي حنا ما راكبين، حنا راكبين فيه راه تتقب 100 ثقبة، شحال قدك تغلق، اللي كان تقب الثقبة الأولى كان خصنا ندركوا الموقف، ولكن لا إله إلا الله وصافي. لو كانت العريش نقية كراها كتصارع أجمل المدن المغربية، نطلب الله خير في المستقبل. هذا شنو عنده؟ هذا عنده البنان،
وعنده الخوخ والمشماش، ما شاء الله. وصلنا للنهاية الحباب، بارطاجيو باش نكملوا، الله يجازيكم بخير. بارطاجي. تحياتي، وكنتمنى ديما نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.